بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. يسر تسجيلات نور على الدرب السلفية باليمن حضرموت أن يقدموا لكم تلاوة عطرة نافعة للقارئ الأخ يسلم بن وبر الحضرمي، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.